تزام مع حريق جبال المرة، تم تسجيل عديد الحرائق في ولاية باجة اللي طلبت منا معناها منظومة ديناميكية للاستجابة لكافة الطلبات على غرار الحريق اللي صار في مدينة معناها في مدينة تستور اللي يشمل معناها ضيعة من زيتون في قرابة 20 هكتار، كيف زاد حريق في طريق نفزة في مزرعة قمح اللي الخسائر المسجلة كانت 10 هكتارات والمتفادية أكثر من 290 هكتار، 490 هكتار بالضبط، خاطر القطعة كاملة هي فيها 500 هكتار، لكن الحريق تمكننا باش نوقفوه في حدود 10 هكتارات. دونك التنسيق معناها تام مع الغابات حسب المنظومة اللي حضرناها من قبل لتأمين التغطية الكافية. حتى بالنسبة للولايات المجاورة معناها شاركت معنا ولاية بنزرت في حريق بتاع المزرعة بتاع القمح، تم إسنادنا من بشاحن شاحنة من سجنان شاحنة إطفاء، رغم أنه معناها كما تعرف معناها كافة الولايات المجاورة كانت زادة كيف تواجه في موجة من الحرائق. أنا قال فما فوق ال10 حرائق اللي سجلناها معناها خلال اليومين هذوما، أكثر من 10 حرائق.